انت تزوجت هنا لو تزوجت هناك؟ لا بتركيا تزوجت. يعني ايش قد رحت من هنا قبل 13 سنه؟ قبل ايش قد تزوجت؟ انا رحت عمري 18 سنه تقريبا، تزوجت عمري 21 22 سنه تقريبا، وظليت هناك تقريبا متزوج بالسبع سنوات هيجي، ورجعت هنا للعراق. زين هي شنو شان رايها؟ تريد ترجع؟ هي اهلها هناك يعني عراقيه؟ هي قرايب والدتي تصير بتعم امه. يعني انتم همين اقرباء، أيه. مو بس ابن صاحب امه وزوجتي بنات العام. زين هي طبعا حب حياتي وحب طفولتي، ما شاء الله. تفارقنا كلش، لان هي من الانبار، انا من بغداد، وتعرفين الوضع الراهن كان موجود. فيعني كانت مستحيل انه تصير لي. انا رحت تركيا تزوجت اني، وهي من خطبه انقطع مهرها. لحظه يعني انت تزوجت غيرها؟ وهي همين الخطبة الغيرة؟ تقريبا شبه تزوجت همين هناك، هنا بالعراق. هنا بالعراق؟ انت هناك بتركيا زوجت عراقية؟ سورية. سورية. ايه. بعدين ورا فترة صارت قلت لك اوضاع الانبار، فاضطروا يجون تركيا مهجرين. ايه. سبحان الله قعدوا بنفس المحافظة اللي انا قاعد بيها. يا سبحان الله. رجعت المشاعر القديمة. الله، ايش قد حلو. زين هسه انت ايش قد كان عمرك وحبيتها وشفتها؟ يعني حبيتها اصغر من بكر شوية، يعني تقريبا 10 سنوات 11 سنة. انت ما لك علاقة، مو تسمع هذا. انت صغير بعدك. اي اي فجت هنا قلت لك المشاعر رجعت، يعني هي حب حياتي وانا مناسيها خلاص يعني. زين انت شفتها بقد بكر تمام؟ ما شايفها بعد. وهي كانت ايش كبرها؟ كانت صغيره كلش، يعني اصغر من عندي بثلاث سنوات. لا يعني انت شفتها مره واحده وحبيتها وخلص الموضوع. وكان اكو يعني لقاءات بس حيل قليله، يعني حيل قليله. اي بعدين بتركيا قلت لك من جدتي شفتها صايره كبيره وصايره مره. هاي نفس الانسان اللي انا احب، انا كاتب اسمها انا طبعا. لحظه كتبت اسمها شو وقت هاي؟ زمان. يعني قبل لا تلتقي بيها، قبل لا يجون تركيا؟ انا احبها يعني، حتى قلت حتى لو اتزوج ارجع اتزوج النوب اتزوجها هي يعني، حتى اذا انا اتزوجت. زين وبعد انت ما شفتها يعني لقاءات قليله، فما كنت يعني ما تعرف بمشاعرها نفس مشاعرك لولا؟ وشمت اسمها مو؟ زين وبعد يعني شلون؟ بعدين من شفتها حاولت بكل الطرق انه ارجع اوصل لها، ما انطتني مجال. وهاي انت كنت متزوج؟ اي متزوج. اي شوفوا ما اقدر. هي تدري طبعا زوجتي الاولى، انا قايلها انا احب فلانه، ولو يبقى اخر يوم بعمري اتزوجها، فتدري. فمن شافتها جتي من العراق تركيا قالت هاي، يعني انا وياك راح ننتهي، لان جتي هاي حب طفولتك بعد ما تقدر. يعني لا تقول لي انت طلقت على مود، اصبر لي مخرج شوي، اصبر لي. انت طلقت على مود هاي؟ اي والله على مودها. هاي العلاقه على مودها. يعني لان الاولى ما قبلت، يعني قالت انا انت شنو هيك وقت، انا ما اقدر، هاي البنيه احبها يعني، ما اقدر اضحي بالدنيا كلها على مودها. ف يعني ما تفاهمنا، انفصلنا يعني بدون مشكله، نقدر نقول بتفاهم. البنيه رجعت طريقها. انفصال ودي كان كلش. اي انفصلنا بدون مشاكل. فتت انا ويا الجديده، انا حاولت وهمين عانيت ومشاكل ويا الهوا، بعدين صارت الحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر.